الدكتور ابو بكر هلال، الدكتور تامر محمد علي، الدكتور منال حسني، الاستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، والدكتور محمد عيد. وهنبدا ان شاء الله بالبرزنتيشن للاستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، استاذ الامراض الصدريه، وزير الصحه الاسبق ومستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه. ان شاء الله هيكلمنا عن الايجيبشن اكسبيرينس ان كوفيد 19. ماشي شكرا، شيلهم بعد كده. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. كل الشكر والتقدير لل الصوت طالع ولا لا؟ مش طالع؟ طيب. كل سنة وانتم طيبين، وبشكر الحقيقة الزملاء في جمعية البرونكولوجي لدعوتهم الكريمة. بشكر فارس هذا العام الاستاذ الدكتور ياسر مصطفى، وشكر الاستاذ الدكتور طارق صفوت، الدكتور عادل خطاب، اشرف مدكور، كل الزملاء الحقيقه كل سنه وانتم طيبين. وبشكر الساده رؤساء الجلسه الدكتور ياسر والدكتور تامر والدكتور طارق. ولسه يا تامر بتدور تدي ولا ما تديش في الدي دايمر؟ ده خلاص انت عندك اكسبيرينس دلوقتي، كل اللي يعجبك الدي يا فندم. عايز اقول لكم طبعا بحيي وارحب واستاذي الفاضل واستاذنا جميعا الاستاذ الدكتور مختار مذكور. منور يا بيه حضرتك، سيادتك منور. دكتور مختار بيه، عايز اقول لكم طبعا كلكم دلوقتي الحقيقه يعني كلكم بقى عندكم اكسبيرينسز في الكوفيد 19. كلكم يا شفتوا عيانين، يا عيتوا شخصيا، يا اما تابعتوا عيانين، يعني كلنا بقى عندنا الحقيقه اكسبيرينس في مصر كلها. وانا هجاوبك بعد شويه على الراي في الدي دايمر يا تامر، وما تتكلمش من ورايا لو سمحت. هو الحقيقه في شهر ديسمبر، طبعا كلكم عارفين في ديسمبر 19 يعني اكتشف lower respiratory tract infection of unknown origin في ووهان في الصين. وانا فاكر اول مجلس اسم حضرناه بعد القصه دي كان بعديها بعشر ايام ولا حاجه، يمكن ياسر يفتكر، قلت لهم في مشكله في الصين هتبدا تيجي في العالم كله. وانا لما قلت هذا الكلام قلته الحقيقه بناء على تجاربنا السابقه مع السارس والام ار والمارسا وال افيان فلو والسواين فلو والكلام ده كله. يعني ما اعرفش ليه معظمهم ما عدا طبعا السواين فلو كان جاي من المكسيك ثم امريكا. لكن انا كنت ساعتها وزير الصحه والسكان، وبدانا نعاني من انفلونزا الطيور والسارس جنوب شرق اسيا. ويمكن ده نفعنا كثيرا جدا الفتره دي في ان احنا عملنا الاجراءات الخاصه بالبروتكشن او الاجراءات التي تمت في هذا الموضوع. يوم 7 يناير 2020 طلع بقى الكورونا فيروس، قالوا كورونا فيروس نوفيل نيورو كورونا فيروس بيعمل سيفير اكيوت ريسبيراتوري سيمتومز او سندروم، وسموه 2 سارس كو في 2. وبعد شويه الدبليو اتش او سميته كوفيد 19 كو اللي هو كورونا فيروس، وبعدين ديزيز يعني او انفكشن. وبقى بعد شويه الاوت بريك ستارتد من زونوتيك ترانسميشن اسوشيتد وذ لارج سي فود ماركت في ووهان. طبعا اكيد هي ديفينتلي المشكله كانت موجوده قبلها بشويه قبل ما يعلنوا ان في بروبلم، لان الموضوع لما فلت منهم اعلنوا ان في البروبلم ده. طبعا كلكم انا متهيألي ناس كتير اتكلمت على كورونا فيروس كو فيروس، ودي طبعا فيري لارج فاميلي. الناس كانت فاكره ان ده موضوع جديد بتاع كورونا فيروس، لكن كلنا من زمان قوي من ايام ما كنا طلبه
كانوا بيتكلموا على كورونا فيروس one of the viruses اللي بتعمل respiratory tract infections زي ما بنتكلم على الانفلونزا فيروس والسترينز بتاعته. فكورونا فيروس ده واحد منهم. في معظم الحالات سواء السارس او الميرسا بتاعت الميدل ايست سندروم اللي كان في الخليج او حتى المره دي كورونا نوفل كورونا فيروس, الحقيقه معظم الحالات دي جايه ترانسميتد من حته تانية. هما بيتكلموا على الخفافيش جاي فيها الفيروس ده ثم انتقل الى الجمال ثم حصل له موديفيكيشن او تغير ووصل الى البني ادمين. طبعا ده شكل كورونا فيروس. انا عارف طبعا كلكم عارفين هذا الكلام, لكن هو طبعا it's very important human and animal pathogens. وبعدين classified family within a special family يعني بتكون منها يعني strains مختلفة. اللي عايز أقوله إن في أنواع كثيرة من كورونا فيروس, في لحد دلوقتي 6 أنواع. أنا متوقع طبعا أو كلنا نتوقع إن شاء الله ما يحصلش, لكن إن بعد 3-4 سنين هيحصل strain جديد ويحصل بانديميك جديد. لكن هو نمرة 6 اللي عمل ميدل ايست ريسبيراتوري سندروم, ونمرة 4 اللي عمل المرة الأولى بتاع سارس. وبعدين في أنواع أخرى موجودة وفي سب سترينز كتير قوي. يعني إنفلونزا فيروس في منه 256 سترين, وطبعا كورونا فيروس في منه سترينز كثيرة جدا. هي طبعا البرزنتيشن دي من ساعة ما بدأ المشكلة, فأنتوا طبعا المعلومات بقى عندكم كتير قوي في هذا الكلام. لكن في كل الأحوال هي بتعمل سيفير أكيوت ريسبيراتوري سندروم نتيجة لهذا الكورونا فيروس. وطبعا أولد نيم خلاص, بس احنا عارفين واحنا بنتكلم ده نوفيل كورونا فيروس. أولا بانديميك, بعد كده أنا عايز أعدي الحتة دي وأقول لكم إحنا عملنا إيه في مصر. يمكن العالم كله وإحنا بنتكلم على حكاية الإيجيبشن إكسبيرينسز في هذا الموضوع, وهي الإيجيبشن إكسبيرينس حاجة جت من 3 عوامل. العامل الأول وبجد ومش مجاملة هو وجود كنتو, وجود الهيومن ريسورسز المصرية في كل مكان هي اللي ساعدت كثيرا في هذا. ودايما انا احيي واذكر زملائي بتوع الصدر في كل حته, سواء في الجامعات المصريه وكلها منتشره في كل انحاء مصر اقسام الصدر اللي موجوده, بالاضافه الى زملائنا في وزاره الصحه. ويمكن it is unique, وانا يعني عملت جهود مضنيه في فتره من فترات. احد زمايلنا كان عايز يقفل مستشفيات الصدر والحميات تماما, وقال لك ملهاش لازمه ونقفلها ومساحات الارض بتاعتها نستغلها ان احنا نبيعها ونحطها في ميزانية وزارة الصحة. ما كانتش هتحط في ميزانية وزارة الصحة, كان وزير المالية ياخدها وخلاص. فوجود 77 مستشفى صدر وحميات في مصر نفع كثيرا في هذا. طبعا كلكم عارفين وكلكم شاركتوا, يعني عين شمس بترعى مستشفى صدر العباسية, القاهرة بتنعى مستشفى صدر المعمورة الجيزة, وبعدين اسكندريه بتاخد المعموره, وكل جامعه الحقيقه في اسم صدر او مستشفى صدر افيليتد لهذه الجامعه. الدكتور جمال انا بحييه, جمال ربيع. والدكتور جمال الحقيقه في عز الازمه, وانا كنت بتواصل معاه تقريبا كل كام يوم, كان بيرعى اسم الصدر في اسيوط ومستشفى اسنا, وحاجه ثالثه كنت بترعاها برضو دكتور جمال. يعني كان واخد جنوب الصعيد, وانا كنت مطمئن ان وجود جمال في جنوب الصعيد بيرعاه تماما. زميلنا في بنها دكتور ودكتور جزار, وبعدين نافع في زقازيق, وهكذا كل دول رعوا مستشفيات الصدر. اول حاله دياجنوز كوفيد 19 بوزيتيف في مصر كانت يوم 14 فبراير سنه 20, ودي في الحاله دي ما كانش مصري, كان واحد اجنبي وكان قاعد في احدى يعني احدى كان جاي من بره طبعا, وكان قاعد في احدى فنادق الاقصر. وبعد كده جت الست اللي كانت قاعده في شيراتون هيليوبوليس اللي هو فيرمونت دلوقتي, وبعدين راحت سفينه قعدت فيها في الاقصر وقعدت لها 15 20 واحد هناك, وبدا سيريال اوف كيسز تتكلم على هذا الكلام, وبدا في كونسنتريشن تمام. كان عندي سلايد ما يمكن الاقيه هنا,
بيتكلموا عن الميديا اتكلمت على الكورونا فيروس الجديد ده مقارنة بإنفلونزا الخنازير والكلام ده كله. لحد دلوقتي في 2 مليار انترفيو وريبورتس في الصحف العالمية والمصرية طبعا على موضوع الكورونا فيروس. في أما شافوا إنفلونزا الخنازير والحاجات دي كان عدة ألاف، لكن دلوقتي وصلنا 2 مليار في هذا المجال. وبعد كده كونت ساينتيفيك كوميتي ومعظمها من أساتذة وزملائنا في وزارة الصحة عشان تحط الجايدلاينز فور دي مانجمنت. الاكسبيرينس يا جماعه هنا بتاعتنا الايجيبشن اكسبيرينسز، ان كلنا تنبهنا لهذا، كلنا بدانا نقرا عن هذا الموضوع، بدانا نستعد. والكوميونيتيف اكسبيرينسز يعني انا جزء كتير من السلايدز بتاعتي اللي انا بستخدمها كنت محضرها في 2003 و2014. بدانا ناخد الاكسبيرينس بتاعتنا، يشوفوا تامر بيتكلم على الدي دايما والكلام ده كله، خلاص بقى في فكر مصري ازاي تمانج او ازاي تتكل الحالات دي بالسيفيريتي المختلفه بتاعتها. في الاول كان في مستشفيات اسمها مستشفيات العزل فقط. لما كانت الحالات كلها عدد قليل اتعمل عزل لكل الحالات، يعني كل واحد كان بيطلع بوزيتيف والكونتاكت بتوعه كانوا بيتعزل. وفي الحاله دي احنا عملنا يعني فكر ان احنا نستغل المدن الجامعيه في مصر عشان نعزل فيها الحالات ونسيب المستشفيات للحالات المحتاجه مستشفيات. كل الجامعات المصريه واولهم جامعه عين شمس وضبوا المدن الجامعيه على الترم 200. انا كنت معاه النهارده بيقول لي اللي اتصرف في توضيب مدينه الجامعيه بتاع عين شمس، الاولاد اللي هيروحوا الجامعه دلوقتي هيقعدوا في فندق 7 نجوم، ما حصلش قبل كده. الاوض دي فيها تلفزيونات وتلاجات وحمامات محترمه والكلام ده كله، كانت محترمه قبل كده برضه بس يعني التغير كبير. الفلوس اللي اتصرفت على مستشفيات الحميات والصدر ما حصلش قبل كده ان هذه المبالغ صرفت في هذه المستشفيات. بقول لكم في فتره كانت عايزين تقفل هذه المستشفيات. رئيس الجمهوريه حط 100 مليار جنيه مصري لدعم الصحه في هذا الوقت قبل ما يظهر ولا حاجه. 70 مليار راحوا لمستشفيات وزاره الصحه او وزاره الصحه، و30 مليار راحوا للمستشفيات الجامعيه. عدد الميكانيكال فنتليترز في مصر ما كانش حد عدهم قبل كده، يعني ما حدش يعرف كان عين شمس فيها كام واسيوط فيها كام والمنوفيه فيها كام والكلام ده كله. عندنا ليست بتوزيع الميكانيكال فنتليترز اللي موجوده في مصر كلها، وانا بتكلم عن الميكانيكال فنتليترز الحقيقه بتكلم معاها على كل الاكويبمنتس اللي مطلوبه في الانتنسيف كير، يعني المونيتورز والبامبس والساكشن ماشين ووجود الاوكسجين والكلام ده كله. ده كله يعني دفع بيه لدعم هذه المستشفيات. وبعد كده الاكسبيرينسز اللي اتحطت في المانجمنت بروتوكولز سواء بالايجيبشن اكسبيرينسز او بالكونتاكت مع الجهات الاجنبيه، يعني احنا عملنا ويبينارز مع الصين كذا واحد، عملنا مع ايطاليا كذا واحد، وعملنا مع المانيا مع فرنسا مع الولايات المتحده عشان نشوف هو بيعملوا ايه واحنا بنعمل ايه. بجد البرفورمانس هنا الحقيقه كان كويس جدا في الحالات دي كلها. انا هاجي بعد شويه للبروتوكولز. وبعدين اتعمل ما يسمى بالبريبيرنج ترياج هوستلز فور ديتكتنج تيستينج سسبيشس كيسز اوف كوفيد 19 ان كونفيرمد كيسز ار تريتد ان ايزوليشن هوستلز ايفن لو كانوا اسيمتوماتيك تو كنترول سبريد اوف انفكشن. ان ابريل في ميد ابريل بدات الحالات تزيل، وفي الحاله دي الايزوليشن فاسيلتيز بدانا نعمل الايزوليشن في زي ما قلت لكم في المدن الجامعيه او في مراكز الشباب او الكلام ده كله، وبدات المستشفيات تستقبل الحالات اللي محتاجه ادميشن في هذا الوقت. في نص مايو ستارتد هوم ايزوليشن فور مايلد كيس. ليه بقى؟ هي الفتره الحرجه عندنا اللي كان فيها مشكله حقيقي هي ما بين بعد انتهاء عيد الفطر المبارك الى عيد الاضحى. الفتره دي كان فيها البيك اوف كيسز اللي محتاجه مستشفيات. في يوم بعد اجازه عيد الفطر مباشره والحالات زادت والبريشر على مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات ومستشفيات الصدر زاد جدا. الاولاد يا عيني ما كانوش ملحقين، ما كانوش بيناموا، كان في تنشن وضغط شديد جدا. في الحاله دي اتخذ قرار ان اتفتح 322 مستشفى في ليله واحده. كل مستشفيات حددت، يعني مثلا قلنا هليوبلس، منشيه البكري، مستشفى التامين الصحي،
جامعة عين شمس كانت أول جامعة تفتح مستشفى العزل في العبور، كان في الأول معمول عشان تعزل الحالات بتاعت الجامعة سواء استاف أو عاملين، وبعد كده بدأت تستقبل حالات تانية، والمستشفى كويسة جدا وكان الإكويبمنت فيها كويسة جدا. يوم 5 جون في الوقت ده كان التوتال كونفيرمد كيسز 31115، احنا دلوقتي قربنا 120 حاله. وطبعا كلنا عارفين ما فيش حاجه، يعني مش حد عنده مصلحه انه يخبي الحالات، ان عدد الحالات اللي بره اللي بنعالجها كلنا تليفونيا على الواتساب او على اللي بيشوفوا عينين في عياداتهم اكتر بكتير قوي من الحالات اللي هي كونفيرمد بالبي سي ار في وزاره الصحه. وزاره الصحه عارفه والحكومه عارفه واحنا كلنا عارفين ان حالات كتير قوي دلوقتي بتعالج، يعني التوتال نمبر اكتر بكتير من هذا. عشان كده لما حد بيقول ان المورتاليتي في مصر عاليه، هي الحقيقه مش عاليه. انت بتكوريليت المورتاليتي لعدد الحالات الكونفيرم في وزاره الصحه، وفي الواقع انت تقدر تضرب مينيمم في 10. فاما اقول انا ان في 14 وفاه من مثلا 3000 او 3000، هو العدد بالاستيميشن اللي محتمل يكون موجود مش 300 وشويه، هو 4500 حاله تقريبا. فلما تقول في عندك 14 وفاه من 4000، غير لما اقول ان انا عندي 14 وفاه من 350 حاله. طبعا السيمتومز ار فيري فاريبل، لكن بقى عندنا كونسبت. يعني النهارده لما جينا فتره بقى ولقينا ضغط شديد جدا على المستشفيات، وكل واحد يسمع انه جاله كورونا او حد من قرايبه جاله كورونا، ياخد العيله والجيران والكل ويروح على مستشفيات الصدر ويعمل بريشر جامد جدا. ففي الوقت ده كان هتعمل عدد ضخم البي سي ارز ولا مش هتعمل، وهل كل البي سي ار بوزيتيف هتعزله ولا لا. بدانا نعتمد كثيرا، ودي اكسبيرينس كويسه جدا، على الكلينيكال مانيفستيشنز وعلى الراديولوجي. زي ما قال تامر، كنا بنشوف بقى الدي دايمر، كنا بنشوف الفيريتينين، كنا بنشوف السي رياكتيف بروتين، كنا بنشوف الليكوسيتيك كاونت الى اخره. وبدانا كلنا ناخد اكسبيرينسز في منظر الهاي ريزولوشن سي تي تشست، الجراوند جلاس ابييرنس، الباتشز اوف نيمونيا والديستريبيوشن بتاعها الى اخره. وطبعا في حالات كلنا لاحظناها ان العيان الصبح كان بيبقى عنده 1 باتش او 2 باتشز، وبعد الظهر يبقى الرئه كلها بيضة، سواء هي ادلت ريسبيراتوري سندروم او فايبروتيك ليجنز او ثرومبوتيك ليجنز الى اخره. عشان كده تامر، اي حاله فيها راديولوجيكال تشينجز خصوصا لو عنده اندرلاين ديزيز، اتس بيتر ان احنا نديله انتي كواجلانس. طبعا الريسبيراتوري سيستم الحقيقه هو كان الفيرست سيستم بيبقى افكتد في ابر او لور في بعض الحالات. يعني حد بيقول لك المره دي مثلا الدياريه او الجاستروانتستينال سيمتومز اكتر، الحقيقه هي موجوده من الاول، لكن اما كان العدد كبير قوي كانت دي ماشيه في وسط الريسبيراتوري سيمتوم، في وسط الناس كانت بانيك من الريسبيراتوري سيمتومز. لكن في كل الاحوال وي اكسبكت ان يحصل جي اي تيست سيمتومز، يحصل كارديولوجيكال سيمتومز، يحصل مايوكاردايتس، يحصل بانكاردايتس، يحصل انكفالايتس، لان في فتره من الفترات بيبقى في ستيج اوف فيريميا ممكن ياثر على السيستم كله. كلنا عارفين ان معظم الحالات اللي موجوده دلوقتي بيبقى عندها هيديك مايالجيا، وبعدين عندها في حالات جالها انكفالومايلايتس اكيوت انكفالايتس، بالنسبه للريسبيراتوري انفلونزا لايك ايلنس اكيوت اكزيربيشن اوف كرونيك برونكايتس نيمونيك ليجن دياريا فوميتنج نوزيا ابدومينال بين. فاذا هي في بعض الحالات او كثير من الحالات في التفرقه بين السيزونال انفلونزا وبين كورونا فيروس انفكشن بيبقى فيري ديفيكالت. لكن بما اننا في زمن الكورونا، اي حاله تحط البوسيبيليتي دي كورونا انتيل بروفد اذروايز او حتى ما يبقاش بروفد. لكن الانكوبيشن بيريود هو ده الديفرنس الاساسي اللي احنا عرفناه وثبت علميا، ان في الانفلونزا العاديه الانكوبيشن بيريود ممكن تقعد يومين ونص ثلاثه، انما هنا الانكوبيشن بيريود بتمتد من يومين الى 14 يوم. وفي بعض الحالات كلكم شفتوا حالات بوزيتيف لغايه 27 يوم و28 يوم، بس دي حالات قليله. يعني في حالات ريبورت انها 27 يوم في مصر، هنا انا بتكلم على مصر الحقيقه. طبعا المود اوف ترانسميشن احنا عارفينه انه سميلي ريسبيراتوري ميلي دروبلت انفكشن،
لكن الكونتاكت مع العيانين اللي احنا ملاحظينه من العيان في الانفلونزا ممكن يعدي من 1.5 لـ2 أو 2.5 عيان ده احصائيا، لكن في الكورونا فيروس ممكن يعدي من 4 لـ5 حالات. والتاتشنج في السيرفيسز مهم جدا، ووجد ان هو الكونتاكت ده على فكره هو ده نفس الميثود اوف ترانسميشن في الانفلونزا، لكن هنا يمكن اسرع واقوى. طبعا منظر اشاعات انا يعني زي ما انتم شايفين قدامكم كده منظر يخض نيمونيك ليجن او الباتشز اللي موجوده نيمونيا. طبعا الحالات سيفيريتي اقل من الاول، لكن دي اشاعات حقيقيه لعيانين بتوع كورونا احنا يعني عالجناهم او اشرفنا عليهم وناس نعرفهم كويس قوي. الحقيقه منظر الاكس راي بيخض بشده، يعني حتى ايفن ايام السارز وايام الميرسا كان الباتشز بتبقى لوكالايز بتاخد اقول واخده منظر برونكو نيمونيا، لكن اكستنسيف ليجن اللي مش سايب ولا 10% من اللنج العيان ياخد مهما خد من علاج مفيش ريسبونس. وعشان كده الحقيقه العيانيه بتحطوا على الميكانيكال فنتيليشن، ودي وان اوف ذا اكسبيرينسز البروجنوز بتاعهم بيبقى الحقيقه مش كويس قوي. من ضمن الاكسبيرينسز اللي خدناها في الانتنسيف كير يونتس، ويمكن انا كنت بناقش مع الدكتور جمال الحاجات دي كتير، الحاجتين ودي الحمد لله وفرناها في مصر، الهاي فلو انسفليشن هاي فلو اوكشن عن طريق النزل كانيولا او النزل كاستر، وبدانا نعملها والدكتور ياسر عنده واحده دلوقتي هنجيب تاني، ودكتور جمال وصلت ولا لسه هنجيبها لك عشان دكتور جمال ما عندوش فلوس فهنجيبها له يعني. لكن قدرنا نجيب عدد من هذه الكانيولاز. وطبعا في حاجتين انتوا كلكم عارفينها، البرومبوزيشن والهاي نيزل كاستاز والنون انفيزيف فنتيليشن، الحقيقه قللت الموربيديتي والمورتاليتي من انفيزيف ميكانيكال فنتيليشن. البروتوكولز بتاع جايد لاينز كلكم عارفينها الحقيقه، مش هقدر اقول كلها تاني، لكن في البروتوكول المايلد كيسز والمودريت كيسز والسيفير كيسز والحاله اللي بتحتاج انتنسيف كير يونت، فكل دي والانتي فايرال تريتمنت. طبعا الهيدروكلوروكين من ضمن الحاجات اللي استخدمت في الاول، وكون وبالدوز اللي انتم عارفينها 400 ملي جرام كل 12 ساعه اول يوم وبعدين 200 كل 12 ساعه، والازر انتي فايرالز واستخدام الازيثروميسين في الحالات دي، والعيان لو عنده اي كاردياك ليجن ما ياخدش ازيثروميسين مع هيدروكلوروكين، واستبدل الازيثروميسين بالفيبراميسين. الحالات السيفير بنديها انجكتبل انتي بايوتكس، سيفالوسبورز بتستخدم ان كومبينيشن مع ماكرولويدز. احنا من اوائل الناس اللي استخدمنا ديكساميثازون او كورتيكوسترويد بصفه عامه، ولما كان رئيس وزراء جونسون بتاع بريطانيا بيتكلم على انه اكتشف سحري انقذه من الكورونا اللي هو الديكساميثازون، احنا ديكساميثازون من ايام ما كنا نواب كان يمكن طارق يفتكر كان بيجيبوا لنا علبه كده فيها 100 ولا 1000 امبول، وكان الامبول بالظبط تسعره في الوقت ده 5 تعريفه، دلوقتي ما فيش تعريفات مش كده. طبعا الانتي بايوتكس سيفالوسبورنز اكتر حاجه بتستخدم دلوقتي، وبعدين في سكندري بكتيريا انفكشن لو العيان عنده نيمونيا. وما زال كلكم عارفين لغايه هذه اللحظه ما فيش انتي فايرال سبيسيفيك للكورونا فيروس، لكن كلها كومباينيشن بتستخدم ومحطوطه في البروتوكول بتاعتنا، وكل واحد بيختار الافيلابل انتي فايروس. كلها متاحه في مصر بس متاحه اندر كنترول عشان ما تبقاش ابيوزد. اخر حاجه اقول لكم عليها الموقف، كنت عايز اقول لكم دي يوم 1/11/2020 كان الحالات الجديده في هذا الوقت 181 حاله، كان عدد حالات الشفاء والخروج كانت حوالي 100,000، اجمالي المصابين كان 107,000، الوفيات كانت في الافريج 12، وكان التوتال 6,278. النهارده 2/12 ال 181 دي بقت 360 و370، العدد وصل قرب ل 120,000، الوفيات برضه ما زالت 12-14، وقلت لكم حضراتكم ان الوفيات دي تبقى كوريليتد للتوتال نمبر اللي احنا عارفينه مش كوريليتد للعدد اللي ريكوردد بوزاره الصحه. برضه في ريكورد هنا على الحالات المؤكده في 10 دول، ما زالت امريكا نمره 1، ما زال الهند نمره 2، البرازيل الى اخره، احنا تقريبا 11 دلوقتي. عايز اقول لكم حاجه تانية، ده
مقارنة إصابات وفيات العالمية. إحنا عندنا من ضمن الحاجات اللي نفعت اللي هو الكيرف بتاعنا كان ماشي هوريزونتال مش فيرتيكال، عشان كده البروجريس بتاعنا ماشي على مهله، وده نعمة من نعم ربنا، لأنه حصل أكيوت لو حصل بقى رأسي هيبقى العدد كبير جدا، والموربيديتي تبقى كتيرة والمورتاليتي تبقى كتيرة. ده الشرق الأوسط، ما زالت مصر محقيقة في مركز، يعني عمان قبلينا والإمارات والعراق والسعودية وليبيا والمغرب والأردن وكده. حضرتك آخر حاجة عايز أقول لكم عليها، طبعا إحنا من أول لحظة وإحنا بنتابع موضوع الفاكسينز مع جافي اللي هي المنظمة العالمية اللي بتعمل فاكسينات، ومع كوفاكس بتاع منظمة الصحة العالمية. من أول ما أعلن، ممكن ما تكلمش حضرتك لو سمحت، عايز تتكلم يطلع بره. فمع جافي ومع كوفاكس ومع حاجة تالتة اللي هم الأمبريلا اللي العالم بياخد منها الفاكسينز، بتديك أبروفة للفاكسين وتبقى تحت. طبعا المرة دي مش عايزين يدوا أبروفة، يعني فاكسينات الانفلونزا الموسمية هم اللي بيجيبوها، شلل الأطفال هم اللي بيجيبوه، كل حاجة. المرة دي احنا، أنا على فكرة من أول لحظة عملنا اتصالات بيهم، المرة دي يبقى لك ده لسه ما قدرش دي كلها، كل الفاكسينز دي واخدة emergency license، يعني لسه ما خدتش final license، فقد يعني they are expecting ان يحصل side effects او major side effects، عشان كده مش عايزين يدوا final approval. فكتبوا في العقد معانا ان تحت مسؤولية الحكومة المصرية. ليه؟ طبعا ليه احنا بنوصل للناس دي؟ لان هم بيدوك license لهذه الفاكسينز، بيقولك يعني ما واحد يقولك هو روسي ولا هندي ولا صيني ولا بتاع فايزر ولا بتاع أسترازينيكا ولا بتاع الى اخره، هو دول بيدوا موافقات. عشان كده لما انا باخد منهم يبقى هم عاملين ابروفال لهذا الفاكسين، بحيث ان هو ماشي بكل الستيجز، البري فيزز اللي هي بري كلينيكال، ثم كلينيكال فيزز، ثم اتعمل عليه كلينيكال اكسبيرينس على هيومن بي. لكن انت ما تقدرش تقول فاكسين حتى لو جرب على 10,000 ولا 20 ولا 30 انه سيف 100%. وعايز اقول لكم ان احنا بنسمع دلوقتي بروتكشن 90% و92%، الحقيقه الرقم ده هو ان الفاكسين ده ادى انتي بوديز، لكن هل هي بروتكت بنسبه قد ايه؟ دي لسه لازم تختبر عشان نتاكد منه. وما زال يا جماعه، ما زال البروتكشن بالماسكس والهيجين والكلام ده هو السلاح نمره واحد بالنسبه لنا، لكن ديفينتلي هيبقى عندنا فاكسين متوفر، واحنا يعني واخدين ابروفال او واخدين ضمان ان احنا عندنا على الاقل 20 مليون دوز من هذا الفاكسين هتيجي جراديوال. بتهيألي كفايه عليها دلوقتي، ولو في اي اسئله تحت امرك. شكرا جزيلا. الف شكر دكتور محمد. شكرا. اولا لتشريفك معالي الوزير والمحاضره القيمه، يعني اسريت هذا اللقاء. شكرا. والحقيقه احنا دلوقتي كقسم كصدر لنا ظهرين، ظهر قوي جدا، معالي الوزير دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، وده شرف كبير لنا، ومعالي الأستاذ دكتور أشرف حاتم قبل ما تبقى رئيس لجنة الصحة في البرلمان إن شاء الله. فالحقيقة قسم الصدر دكتور محمد بقى قوي جدا، الله يخليك والرنج. فاحنا شاكرين جدا. طبعا هيبقى في أسئلة، لو حد عايز يسأل معالي الوزير أي سؤال اسأل. دكتور محمد شكرا يا بيه على المحاضره الجميله اللي استمتعنا مع حضرتك بيها. هو انا كان سؤالي في الدي دايمر، مش حضرتك الانديكيشن، او انا كان سؤالي ان احنا الفتره اللي فاتت دي، وطبعا مع اعتبار الفاليسز بتاعت المعامل والارقام دي، ويبقى الكلينيكال هو الاساس وتقييمنا للحاله والكوموربيديتيز والسيتويشن، لكن حضرتك يعني احنا عايزين نصيحة حضرتك او خبرة حضرتك في موضوع ان انا دلوقتي الدي دايمر بيفضل عالي فترة اكتر من 3-4-5 شهور، هل ده انديكيشن ان انا اكستنت الفترة بتاعت الانتي كوجوليشن، بروفايدد ان انا خلاص يعني انا طبعا لو عيان ريسكي اوبيز او عنده ريسك فاكتورز انا اي كان يعني كونتينيو على الانتي كوجوليشن، لكن لو هو مثلا شاب صغير او ما عندوش اي ريسك فاكتورز، لكن الحاجه الوحيده هو الدي دايمر ستيل بيرزيستنتلي هاي. فاول سؤال، هل اتابعه وانا خلاص بقى ثبت المعمل كويس، هل اتابعه
وهل ده انديكيشن ان انا مثلا اخليه 5-6 شهور؟ هو الحاله الوحيده تامر انت قلت كل حاجه، بس عايز اقول لك يعني لو حد عنده كرونيك اندرلاينج ديزيز وفي بريزيستنت راديولوجيكال شادو اللي هو في ناس بتقعد فتره اطول مع دي دايما، هم دول اللي محتاجوا كونتينيويشن اوف انتي كواجولانس او ده ضروري. انما العيان اللي خلاص تحسن ودول كتير قوي وحصل كومبليت ريزوليوشن او ما فيش اندرلاينج بالمونري ريجن، بتدي له انتي كواجولانت فتره قصيره وخلاص، يعني ممكن تمتد لغايه 45 يوم او حسب انت بتقرر. يعني كل عيان اعتبره حاله لوحديها تقدر تأجاست الميديكيشنز بما فيها الانتي كواجولانت. شكرا يا بيه. شكرا جزيلا. اهلا بك. الحقيقه انا بفخر اقول ابني وزميلي الدكتور محمد عوض واللي بيثبت جدارته في كل مكان. انا عندي قلق كبير جدا عن الموجة الثانية. كون اقول لك براكتيكالي كل يوم 1,000,000 بيركبوا في مصر المترو ويماثلهم، لان احصائية وزارة النقل بتقول كده، ومثلهم بيركبوا القطر. السواق اللي معايا بيقول لي انا الوحيد اللي في المترو اللي راكب اللي لابس كمامة. لماذا لا نقترح ان الشرطة تمنع اي واحد يركب المواصلات العامة؟ مش حكاية يقولوا غرامة وكم 1,000 جنيه وما تصدقش انها عمرها ما تنفذت. فانا بقترح ان الشرطة تمنع اي شخص يركب المواصلات العامة ويكون مش لابس الكمامة، لان طبعا انت احنا عارفين ان الناس يعني قد ايه بيبقى في زحام. انما لو دفعنا القانون افتكر كده هنقي نفسنا، ويمكن دي وسيله يعني وجديه لان احنا نمنع الحياه الموجه الثانيه انها، وربنا يستر على بلدنا. شكرا. سيادتك ليك حق تماما في هذا، وانا بعتقد شخصيا ان الزياده في عدد الحالات في الفتره اللي فاتت دي، احنا طبعا يعني لو كان في وقت كنت وريتكم الاكسبكتيشنز بتاعتي من شهر ونص، وسميت هذه الفتره يا دكتور طارق الفتره الحرجه، يعني هبوريها لك. وحطيت هذه الاكسبكتيشن، قلت ان الشتاء جاي هيحصل فيه اوفرلاب بين السيزونال انفلونزا وبين كورونا فيروس انفلونزا، الناس الدنيا مقفله والانفكشن بيبقى اكتر، وقلت الناس هتروح المدارس والجامعات رغم البريكوشنز الحقيقيه اللي موجوده، وقلت ان اسباب كثيره قلتها، وقلت احنا متوقعين في فتره الخريف والشتاء، حتى قلت الكلام ده تلفزيونيا يعني لغايه مارس هيحصل زياده في الحالات. طبعا حصل الفتره اللي فاتت عدم التزام حقيقي بهذا، يعني في مهرجانات وفي احتفالات وفي الكلام ده كله، الناس ما لبستش لا هدوم ولا ماسك، يعني لا ده ولا ده. فحضرتك الفتره اللي فاتت كان فيها حاجات يعني فيها كونترافيرسز بين اللي احنا عمالين نقوله وبين اللي بيحصل على ارض الواقع. وطبعا الاستاذ دكتور مختار مذكور، انا بشكرك يا بيه طبعا ربنا يخليك، لكن الكلام صحيح 100%. بقالنا دلوقتي اسبوع 10 ايام في تشديد بشده على القطارات وعلى القطارات، سواء السكه الحديد او مترو الانفاق، وعلى المواصلات العامه حتى الميكروباصات الناس تلبس الماسكات، واحنا اكدنا على هذا لان احنا مش عايزين يحصل يعني بقدر المستطاع البلد تقفل تاني، لان الحقيقه ريفليكشن الاقتصاديه عنيفه جدا، وفي احنا عندنا حوالي 5,000,000 شخص بيعيشوا على دخل يومي، يعني اللي ما يشتغلش النهارده ما يبقاش عنده فلوس، والدوله بتحاول تديهم بعض المساعدات لكن مش هتبقى كفايه. فاعتقد ان الناس لو التزمت بالبريكوشنز دي بما فيها الماسكات والوسائل الوقايه هيبقى في تحسن. يعني حق ليك حق تماما، ومفروض ان بقى لنا اسبوع دلوقتي في يعني نتمنى يستمر في هذا. دكتور ياسر سؤال. في سؤال ورا حد يوصل وصل المايك للاستاذ الدكتور ياسر.
متشكرين يا فندم لحضرتك. انا بس في سؤال كان دايما بيطرح نفسه علينا، الانفلونزا فاكسين علاقته بالنسبه لمريض الكوفيد، يعني قبل بعد، هل اللي جاله وخده هيبقى افكتيف ولا هيبقى في سايد افكت منه؟ يعني عايز بس توضيح للنقطه دي بس. شوف يا ترياس الباشا، هو ما فيش تعارض اطلاقا، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. فحتى اللي جاله كوفيد وعنده انتي بوديز اجينست كوفيد لازم نديله السيزون انفلونزا فاكسين، اذا كان من ضمن الحالات اللي احنا بنؤكد انها لازم تاخد، اللي هم مين؟ اللي هم اكتر من 65 سنه، اللي هم عندهم كرونيك اندرلاينج تشست ديزيز، اللي عندهم اندرلاينج كارديك ديزيز، اللي هم كل الفئات اللي حضراتكم عارفينها اللي احنا طول عمرها بنريكومند ان تاخد هذا الفاكسين. فاولا الاميونيتي قد ايه بعد ما الواحد جاله كورونا فيروس فاكسين؟ محدش عارف. يعني احنا بنشوف ناس بيقعدوا 6 شهور و9 شهور عندهم انتي بوديز الاي جي جي، لكن يعني انا شخصيا بريسكرايب الانفلونزا فاكسين او الانتي انفلونزا فاكسين للحالات اللي هي اصلا بنكتب لها الانفلونزا فاكسين، مش كده برضو ولا ايه يا طارق؟ انما مفيش تعارض بينهم حضرتك. الحقيقه بس انا بقى ليه شكر خاص للاستاذ العزيز الاستاذ الدكتور محمد عوض جديد. الحقيقه احنا ما بنطلبش حاجه الا ويوفرها، وهو ساعدنا كتير الحقيقه، ولازم اشكره على توفير 20 جهاز هاي فلوستينيز الانسفليشن، وكان له دور كبير قوي في الحياه اللي بتاخد اجراءات شهر وشهرين، الحمد لله خلصت في يوم ويومين. ومش كده وبس، كمان قدر ينزل لنا السعر من 230 ألف إلى 90 ألف جنيه لكل هاي فلونزا الكانيولا. فله الحقيقة جزيل الشكر دكتور محمد، شكرا جزيلا سعادة الباشا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتورة منال حسني، أستاذ الصدر بجامعة عين شمس. هنعمل أوفر فيو على البوست كوفيد سيندروم. When the COVID-19 pandemic began, initial descriptions of the symptomatology focused on the clinical presentation of patients in the acute inpatient settings. More recently, data have emerged that some patients continue to experience symptoms related to COVID-19 after the acute phase of infection. Terminology has included long COVID, post-COVID syndrome, and post-acute COVID-19 syndrome. The phrase long haulers is also being used. There's currently no clear consensus definition for the condition. It is suggested that in mild cases, the median recovery time from COVID-19 is roughly 2 weeks from the onset of symptoms, and in severe or critical cases, about 3 to 6 weeks. In the absence of agreed definitions, post-acute COVID-19 may be defined as extending beyond 3 weeks from the onset of first symptoms, and chronic COVID-19 as extending beyond 12 weeks. Around 10% of patients who have tested positive for SARS-CoV-2 virus remain unwell beyond 3 weeks, and smaller proportion 4 months. This is based on the United Kingdom COVID symptoms study, in which people enter their ongoing symptoms on the smartphone application. This percentage is lower than that cited in many published observational studies whose denominators population were those admitted to hospital or attending specialist clinics. A recent US study found that only 65% of people had returned to their previous level of health 14 to 21 days after a positive test. In one study, the age ranged from 19 to 84 years. In another one, the age was around 40 years, and women outnumbered men 4 to 1. As with SARS, many COVID-19 long haulers are healthcare workers who had massive exposure to the virus early in the pandemics. The persistent symptoms in COVID-19 patients varied greatly.
Patients followed up on average of 60 days after first symptoms reveals that the main symptoms was fatigue, restlessness, chest pain, cough, loss of smell and loss of smell, runny nose, loss of taste, headache, and diarrhea. A new review suggested that long COVID may not be one syndrome, but as many as four syndromes. First, post-intensive care syndrome, post-viral fatigue syndrome, permanent organ damage, and the fourth one is the long-term COVID-19. There is a lack of distinction between these syndromes. One person may suffer from more than one of these syndromes at a time, or switch between them as symptoms progressed. هنبتدي في الأول كده بالبوست فايرال فاتيج سيندروم. The World Health Organization has classified post viral fatigue syndrome under the section of diseases of the nervous system. Is defined as a complex medical condition characterized by long-term fatigue and other symptoms. These symptoms are to such degree that they limit a person's ability to carry out the ordinary daily activities. Post-viral fatigue syndrome have been reported by sufferers of many viral diseases, including influenza, glandular fever, SARS, and now COVID-19. The main symptoms is fatigue or failure to return to normal energy levels. In practical terms, this means no longer being able to carry out a normal range of physical activities in the home, at work or school or anywhere else. In terms of severity, this can range from a relatively mild impairment to a really quite severe functional impairment. This fatigue can be accompanied with sleep disturbances, and some people cannot cope with longer periods of mental activity and start to lose concentration and their ability to process and retrieve information. Also, short-term memory may also be affected. The precise explanation of what caused post-infection viral fatigue syndrome remain uncertain. This may be due to the cytokine storm. When the fatigue and flu-like symptoms persist for a longer period of time, once the acute infection is over, as they do in myalgic encephalomyelitis chronic fatigue syndrome, there is a research evidence to indicate that what is perfectly normal immune system response to the acute infection has not returned to normal. This scheme represents the cytokine storm developed after the COVID-19 infection. The presence of the COVID in the body induces an uncontrolled generalized immune response. Several immune cells, like T lymphocytes, macrophages, and dendrite cells, sustain the impressive secretion of cytokines and chemokines. The cytokines can pass through the blood-brain barrier in the circumventricular organs such as hypothalamus, leading to autonomic dysfunction manifesting acutely as high fever and in longer terms to dysregulation of the sleep-wake cycle, cognitive dysfunction, and profound unremitting anergia. All these are characteristic of the chronic fatigue syndrome. As happened after the SARS outbreak, a proportion of the COVID-19 affected patient may go to develop a severe post-viral syndrome. Postmortem SARS research indicates that the virus had crossed the blood-brain barrier into the hypothalamus via the olfactory pathway. That's the pathway of the virus seemed to follow the previously suggested in myeloencephalitis chronic fatigue syndrome patients. If the pathogenesis of the coronavirus affect a similar pathway, it could explain the anosmia observed in a proportion of COVID-19 patients. But it is early to know how the fatigue associated with COVID-19 relate to the myeloencephalitis chronic fatigue syndrome. Some COVID-19 survivors have severe lung and or heart damage that is clearly different from what is observed in MECF. Yes.
Chronic fatigue syndrome can occur at any age, but it is most commonly affect young to middle-aged adult. Women are diagnosed with chronic fatigue syndrome much more often than men, but it may be that women are simply more likely to report their symptoms to a doctor. Possible complications of chronic fatigue syndrome include lifestyle restrictions, increased work absence, social isolation, and depression. The diagnosis of fatigue syndrome is made on symptoms. There is no diagnostic blood test. We can arrange for blood tests to check for other conditions that can cause persisting fatigue, such as hypothyroidism, diabetes, or anemia. Other tests can help to diagnose post-viral fatigue syndrome, including exercise tests to rule out cardiovascular or respiratory condition, sleep study to rule out sleep disorders. No treatment have yet been published, but there is some help advice to has already been published, like pacing, which is an activity management strategy to help a patient limit the number and severity of relapses while remaining as active. It gives patient the advice to do as much as you can within your limits. It offers patients a middle ground between post-exertional malaise and the negative consequences of inactivity. There are some lifestyle tips that may help to support the body through the post-viral syndrome, like sleeping well, taking nap throughout the days, conserving energy and getting plenty of rest, drinking plenty of waters, engaging in mild exercise during the day, eating a balanced and healthy food. Also, meditation, yoga, and acupuncture may help them to cope. The second syndrome is a post-intensive care syndrome. Approximately 0.8 million people every year suffer from critical illness requiring mechanical ventilation. Although data on this topic hasn't been collected yet with COVID-19 patients, it will be reasonable to assume that this number is going to drastically increase because of increase in COVID-19 crisis worldwide. Patients recovering from critical illness may experience a combination of cognitive, psychological, and physical signs and symptoms that remain for months to many years after critical illness, known as post-intensive care syndrome. The common symptoms of the post-intensive care syndrome includes breathing difficulties, weakness and balance problems, neuromuscular impairment, pain or numbness, memory difficulties, concentration difficulties, slow mental processing, trouble carrying out tasks, anxiety, depression, sleep problems, and post-stress syndrome. These changes can persist long after discharge. It is estimated that for every extra day spent in the intensive care unit, there is an 11% decrease in the muscle strength, which in some can persist 24 months after discharge. Cognitive decline and mental health concerns can be seen in 46% of patients discharged from the intensive care unit. Many also have trouble regaining employment, which add to the emotional stress. Risk factor for post-intensive care syndrome includes mechanical ventilation, shock, longer hospitalization, higher benzodiazepam dosage, prolonged period of sedation, delirium, and immobility. Severe sepsis and acute respiratory distress syndrome in particular are associated with higher levels of impairment. Optimization of long-term outcome of critically ill COVID-19 patients begin in the intensive care unit. By minimizing sedation, use of both spontaneous breathing and spontaneous awakening trials, assess and manage pain, agitation, and delirium, protocolize ventilator liberation, involve family through telephone and video conference, offer early physical and occupational therapy, post-intensive care unit clinics and peer support groups can also play an important role in supporting patients after COVID-19. The third syndrome is permanent organ damage. Many studies have documented lingering damage to many organs or systems, including lung,
heart, brain, kidney, and vascular system in patients infected with the virus. The damage seems to be caused by severe inflammatory responses, thrombotic microangiopathy, venous thromboembolism, and oxygen deprivation. Low blood oxygen saturation has been found even in asymptomatic and presymptomatic patients with COVID-19 pneumonia, where it is called silent hypoxia. Organ damage has been documented even in some people who had only mild symptoms. There are emerging clinical evidence of pulmonary fibrosis following the virus infection. Most of the mild and moderate cases are recovered completely, but a small proportion of severe cases with acute respiratory distress syndrome continue to remain hypoxemic despite adequate treatment. After acute lung injury, attempt at repair by proliferation and lung remodeling occur in COVID-19 disease. This leads to a potential increase in the risk of pulmonary fibrosis occurring as a sequelae of the COVID-19. In a study of 62 patients, fibrotic changes were seen in 33.9% of patients, with this finding more likely to occur in advanced phase disease rather than early phase of the disease. The prevalence of post-COVID-19 fibrosis will become apparent in time, but early analysis from patients with COVID-19 on discharge from the hospital suggests a higher rate of fibrotic lung function abnormalities. Overall, 47% of patients had impaired gas transfer and 25% had reduced total lung capacity. This was much worse in patients with severe disease. This is the CT of a patient with coronavirus. Image A shows peripheral mild ground glossoplasties in the left lower lobe. In images B, 3 weeks later, at the same lung zone, the disease has rapidly progressed and fibrotic changes are now evident. The mechanism through which severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 causes lung damage are only partly known, but it may be due to cytokine release syndrome triggered by the viral engine, drug-induced pulmonary toxicity, and high airway pressure and hyperoxia-induced acute lung injury secondary to mechanical ventilation. The pathogenesis of post-infective pulmonary fibrosis include dysregulated release of the matrix metalloproteinase during the inflammatory phase of adult respiratory distress syndrome, causing epithelial and endothelial injury with unchecked fibroproliferation. There is also vascular dysfunction, which is a key component of the switch from ARDS to fibrosis, with vascular endothelial growth factor and cytokine such as interleukin-6 and tumor necrosis factor alpha being implicated. Risk factor for pulmonary fibrosis includes advanced age, illness severity, length of intensive care unit stay and mechanical ventilation, smoking, and chronic alcoholism. The role of presently available antifibrotic drugs in post-COVID-19 pneumonia pulmonary fibrosis need further research in the present pandemic. Potential antifibrotic therapy might have beneficial effects in the treatment of COVID-19 through a range of different mechanisms, such as preventing viral uptake and replication, inhibiting viral signaling, and through beneficial effect on the renin-angiotensin system. As the SARS coronavirus 2 contains spike proteins contain integrin binding domain, and a number of coronavirus contain an N-terminal galactin fault. This raises the possibility that therapies that inhibit integrin or galactin might be beneficial in treating COVID-19. As major target of antifibrotic therapy is the transforming growth factor B pathway, There are a number of drugs in development that target various molecules in this pathway, including those against integrin and galactin.
This scheme represents a potential mechanism through which novel antifibrotic drugs could prevent the development of severe SARS coronavirus 2 infection. There is clearly much work to be done before these drugs could be considered safe, let alone beneficial in the context of COVID-19. Activated mast cells were recently detected in the lungs of deceased patients with COVID-19. In addition to the pro-inflammatory cytokines and chemokines, activated mast cells could be released matrix metalloproteinases and transforming growth factor beta, which could contribute to lung fibrosis, as well as the thromboxane and platelet activating factor, leading to the recently reported microthrombosis in the lungs of deceased patients with COVID-19. Mast cells also communicate with the endothelial cells, fibroblasts, and macrophage, further stimulating release of pro-inflammatory, fibrotic, thrombogenic, and vasoactive mediators. The natural luteolin is much more potent inhibitor of mast cell release of histamine than cromolyn. Moreover, it is a potent inhibitor of pro-inflammatory cytokines and chemokines released from the mast cells. Also, it might block SARS-CoV-2 binding to the target cells. The luteolin could be supplemented with the H1 receptor antagonist, rupadagin, which has an anti-platelet activating factor and mast cell inhibitory action, as well as the H2 receptor antagonist, famotidine, which has been reported to be beneficial in the COVID-19. Also, supplementation with vitamin D3 could also be useful because it can reduce allergic inflammation and has been reported to be benefit in COVID-19 also. With no proven effective targeted therapy against pulmonary fibrosis, risk reduction measures should be directed at limiting illness severity and protecting the lung from other incidental injuries. In addition, convalescent patients should be followed up with pulmonary function tests and high-resolution CT scan to monitor changes in lung architecture and function. Lung transplantation is the only treatment option, with demonstrable increased survival in selected patients with IBF. However, only a few receive this intervention. Janet Ayer reported 3 critically ill patients with COVID-19-related pulmonary fibrosis who had lung transplantation. 2 of the patients survived the procedures. And regards the cardiac consequences and manifestations, increasing data have shown a significant burden of cardiac injury in COVID-19. Up to 20% of patients demonstrated cardiac injury, often associated with more severe disease. They were more likely to be older and to have ARDS and to experience higher mortality rate. The risk of cardiac injury evidenced by increased troponin level was up to 22% in intensive care unit patients. Up to 12% of patients without known cardiovascular disease had elevated troponin levels or experienced cardiac arrest during hospitalization for COVID-19. The pathophysiology of injury is under investigation, but some presentations seems related to cytokine storm. Myocardial injury and conduction system damage manifested by decompensated heart failure, acute coronary syndrome, myocarditis, hypotension, tachyarrhythmia, bradyarrhythmia, drug-induced increased QT interval, and sudden cardiac death. There are also common non-specific neurological symptoms that have been described in patients during and following the infection with the SARS coronavirus 2. It includes headache, dizziness, and cognitive blunting, the brain fog, altered mentality, and anosmia. Ischemic strokes, seizures, encephalitis, and cranial neuropathy also have been described after COVID-19, but these all seem to be rare. A patient suspected of this serious complication should be referred to a neurologist.
until evidence-based guidance appears on how to manage or when to refer such symptoms, it is recommended supportive management and symptom monitoring in primary care. Additionally, Myasthenia gravis and Guillain-Barré have been described following infection. A significant group of patients have debilitating symptoms that don't fit any of the three syndromes we have discussed. Those patients describe the roller coasters of symptoms that move around the body, and they are categorized as a fourth syndrome called long-term COVID-19. One of these symptoms is cough. The British Thoracic Society defined chronic cough as one that persists beyond 8 weeks. Management of the cough includes simple breathing control exercise and medication if indicated, and we have to exclude other causes of cough like reflux. Also, breathlessness. A degree of breathlessness is common after acute COVID-19. Severe breathlessness, which is rare in patients who were not hospitalized, may require urgent referral. Breathlessness tends to improve with breathing exercise. Pulse oximeters may be extremely useful for assessing and monitoring respiratory symptoms after COVID-19, and it has been found no evidence that there is their use in the home leads to increased anxiety. As regards chest pain, post-COVID-19 chronic pain may affect patients of any age, but seems to be commoner in elderly patients. These physical symptoms add to the psychological impact of disturbed access to health. The clinical priority is to separate musculoskeletal and other non-specific chest pain from serious cardiovascular condition. Where the diagnosis is uncertain or the patient is acutely unwell, urgent cardiology referral may be needed for a specialist assessment and investigation. Thromboembolism. COVID-19 is an inflammatory and hypercoagulable state with an increased risk of thromboembolic events. Recommendations for the anticoagulation after discharge vary. Prophylactic management, if the D-dimer, we can give prophylactic management if the G-dimer between 500 and 1000, and therapeutic anticoagulant if the D-dimer is more than 1000. Beyond the long-term physical effect, the lasting psychological impact of COVID-19 has been given the name corona phobia. How to manage and to assess the long COVID in primary care? This scheme summarizes كل اللي احنا قلناه قبل كده and summarizes how to assess and management a patient in the primary care. We have to highlight the importance of rehabilitation after COVID-19. Also, the importance of social support, financial stability, and employment. Take-home message. An integrated multidisciplinary approach involving doctors, physiotherapists, and psychotherapists is likely to be needed. Doctors must closely monitor people who have had COVID-19 to see how their organs are functioning after recovery. Large medical centers have to open specialized clinics to provide care for people who have persistent symptoms or related illness after they recover from the COVID-19. There is need of dissemination of the awareness of the need for the rehabilitation. It may be that early intervention and supportive treatment at the end of the acute phase of COVID-19 can help overcome acute phase symptoms and prevent them in becoming longer term consequences. Without this, in contracted future economy, managing this likely post-COVID-19 syndromes cases will place additional burden on our already hard-pressed healthcare system. Thank you.
شكرا. دلوقتي مع الأخ العزيز الأستاذ الدكتور عاصم العسوي، أستاذ الأمراض الصدرية ووكيلي كلية الطب جامعة الفيوم. صح يا عاصم؟ وكيل ومزيك حاجتين، وكيل وقائم بعمل وكيل. صح يا دكتور عاصم؟ وكيل وقائم بعمل وكيل، اتنين وكيل. يعني هيكلمنا عن الفيرشوال تولز اند سيميوليشن بيست بيت سايد تريننج ان ذا كوفيد ايرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الاول بتقدم بالشكر لأسرتي العزيزة أسرة البرونكولوجي على رأسهم أستاذ الدكتور طارق صفوت، أستاذ الدكتور عادل الخطاب، وكل اسم عين شمس الاسم العريق بصراحة لحسن التنظيم، وإن احنا نبقى in a virtual online conference. يعني طبعا بشكر دكتور أشرف مدكور لاختياره الموضوع لسببين، اختياره الموضوع وطبعا أكون بعد معالي المستشار أكون البرزنتيشن بتاعي ده. شكر جزيلا للدكتور أشرف. يعني هو اداني عنوان قعدت كتير قوي نوظف فيه ايه دبسني بصراحه، يعني حسيت ان هو يعني مش دكتور. فهو الفيرتشوال تولز ان سيميليتر بيزد باد سايد تريننج ان كوفيد ايرا. ستي هوم هي وان اوف ذا ستيبس اللي خلت السبريد يل وورلد وايد. في مصر اتقفلت الجامعات والمدارس وبلاد كتيرة جدا، واستخدمنا التكنولوجي سواء الجوجل كلاس رومز والفيسبوك والواتساب لان احنا نحاول ننجيج الطلبة في الوقت ده في الجامعات والمدارس تعليميا. What is simulation in medical education? Simulation here is a generic term referred to artificial representation of a real-world process to achieve educational goal through experimental learning. الايم بتاع simulation education هي to track the student progress. ان انا اقدر اعمل ستاندرايزد فيدباك من الديفلوبمنت سكيل، برضو اعمل تارجت سكيل ديفلوبمنت ان انا امبروف سيرتن سكيل في للطلبه نفسهم، وان كمان الاديكيتور كان كنترول الكونتنت. سيميليشن بيزد ليرنينج هي سيميليشن از بيزد ميديكال ان بيزد ميديكال ادكيشن از ديفايند از ادكيشنال اكتيفيتي ذات يوتيلايز سيميليشن ايد تو ريبليكيت ا كلينيكال سيناريو. سيميليشن بيزد ليرنينج انتجريتس كوجنيتيف وتكنيكال اند بيهافير سكيل into an environmental environment where learner believe that the setting is real. يعني بنشوفها في اوض عمليات، بنشوفها هي طبعا اكتر حاجه بنشوف ال simulated based activity موجوده في الجيمز طبعا. ايه هي الفيرتشوال رياليتي سيميليشن؟ فيرتشوال رياليتي از ا سيميليتد اكسبيرينس ذات كان بي سيميلر اور كومبليتلي ديفر فروم ا ريل وورلد. Virtual reality هي typical incorporate auditory video feedback تمام، but may also allow other types of sensory and force feedback through haptic technology. The virtual care هو ان انا create a patient care مع members in the care of the patient occurring remotely using any form of communication and information technology. الفكرة ان انا اعمل safe environment للteaching. What is the role of simulation in health education? It is one way to enhance the clinical competence through medical simulation training. The training can have been proven to have many advantages, which help to improve the medical practitioner competence and in turn provide patient safety and reduce the healthcare cost. What are the simulation training activities? Simulation refers to imitation of a real-world activity and process in a safe environment. Simulation aims to provide an experience close to the real thing as possible. However, a simulated activity had advantage of allowing a learner to reset the scenario and try alternative strategies and approaches. يعني احنا ممكن بتشوف
من كذا حاجه ان السيناريوز ممكن اغير في التيتشنج بتاع الاي سي يو، في التيتشنج بتاع للاندر جراديويت بندي لهم كيس ويغيروا على المانيكانز ويقدروا يشوفوا ريسبونس ايفن للدراجز. هي ليها حوالي ايه بنفيتس؟ هي ريل لايف اكسبيرينس، ايميديت فيدباك، بنشوف المستيكس بتاعت الطلبه ونصلحها، knowledge retention, cooperation, no risk, training, multiple use, وطبعا reduce the cost and time. What is healthcare simulation technology? هي لإما interactive videos, mannequins, role playing. هي safe, controlled, ومينلي هي quality of care. What is the virtual reality? Escape into an own world with a virtual reality technology. هي full digital experience, either simulate or differ completely from the real world. The term virtual reality refers to a computer-generated three-dimensional environment. In order to interact with the virtual reality, you will need to proper equipment like pair of virtual reality glass headset, وهنشوفهم في صور اللي هم مشهورين قوي للجيمز يعني. What is the virtual reality patient simulation? This is a virtual patient is used to describe an interactive computer simulation used to in a healthcare education. A special focus is a target on a stimulation of a clinical process with virtual patient. Virtual patient combine scientific excellence, modern technology, and a native concept of the game-based learning. الـ virtual reality مين بيستخدمها في الميديسن، في الاجريكلتشر، في الميليتري و others. هي مين اللي بتتكون من software و hardware. software هو interactive component that can build experience للترينيرز و virtual test product وحاجات في منها virtual even virtual reality social platform، اشهرهم طبعا الفيسبوك. الهاردوير هي بتcreate a 3D environment either بالvirtual reality glasses, gloves اللي ممكن تدي السنسيشن بتاع السيرجري وايفن التاتش سنسيشن. الاكويبمنت هي immersive rooms, data gloves, head mounted display نفس الفورم الموجودة تمام، وينز اللي هو ممكن يستخدمها ويقدر يحرك بيها يعمل manipulation لل 3D اللي قدامه، handheld virtual reality controller. How virtual reality can be applied بيستخدموها في الانجينير، في الدنتست، في الدكتورز، في الميليتري، ممكن طبعا اشهر حاجات السيرجري. ده يعني فورم من الدافنشي سيرجيكال بروب اللي هو كلها فيرتشوال وكان مانيبيوليت البيشنت. تايب اوف فيرتشوال رياليتي هما ثلاثه، نون اميرسيف والاميرسيف والسيمي اميرسيف والاميرسيف. النون اميرسيف الموست كومن هو الجيمز، الفيديو جيم، الجيمز بتاعه الشباب الصغيرين. السيمي اميرسيف دي مين اللي بيستخدموها في الميليتري زي البورد دي. البورد دي بتبقى ريل بورد بس هي اللي قدامه هو الكونتنت، هو ده اللي بيتغير الورا دوت، السكرينز دي اللي بتتغير، فهي اتز ميكسد رياليتي. الفولي اميرسيف رياليتي هي هاد ماونتد ديسبلاي، بلبس بتوريني 3D in a form of 3D بتدخلني جوه الريل وورلد. في البراكتس موجوده في ان انا ممكن زي ما ده this is a picture of a 3D ازور متحف، ازور بلد بالهاد ماونتد ديسبلاي، فده استخدموه في التدريس. ممكن تبقى ويب بيست، وده بتبقى انت ميزتها ان هي بتبقى انتراكتيف. How will virtual reality change our life in the future? Virtual reality application development هي بصراحه وي اكسبكت يعني هي ده 2021 المين
ديفلوبمنت حوالي 1.25 بليون وورلد وايد هيتصرف في الفيرتشوال رياليتي تو شير تو ريسيف ادكيشن ان ريموت اريا شير ابديتد انفورميشن اند نوليدج ستودنت هاز كان بي ايبل تو كونسنتريت بيتر شفناها في الاطفال اللي اتعلموا المدارس اللي اتعلموا المفروض دلوقتي احنا احسن كتير قوي بالمايكروسوفت تيم والمنصه بتاعت وزاره التعليم العالي السيرجن كان امبروف ذير سكيل ومانج ات ان ا سيف انفايرمنت What make virtual reality in education beneficial? Virtual reality can be used to enhance the student learning and engagement. ونشوفها في الديفرنت سواء الالمنتري والمدارس سواء الالمنتري والسكندري سكول واليونيفرسيتيز. في البري سكول اديوكيشن هي بتالاو ذم تو سي 360 انفايرمنت بتخلي الاولاد يبقوا عندهم تو بيلد ا سوليد فاونديشن في الاليمنتري سكول بتخليه يقدر يزور ارياز وايفن تو هولد زي ما بيقول كده هولدنج ذا هيومن هارت ان ذير هاند في السكندري سكول ودول بتالاو دم تو بي موتيفيتد وتشالنج ثرو ذير سكول كارير وده وان اوف ذا برايورتيز في السن ده طبعا في اليونيفرسيتيز اند ذا كوليدج هي الكاتنج ايدج اوف نيو تكنولوجي دريفينج ديفلوبمنت اند كرييتنج النكست جينيريشن اوف ساينتست اند ديفلوبر الفيرتشوال والاوجمانتد رياليتي تكنولوجي زي ما قلنا هي 25 بليون في 2021 وده هو الفيوتشر للتكنولوجي even زي بالظبط كده في 2016 دي كوت من البيبر في ستانفورد empathic response triggered by 360 video is much more powerful than leading a case study alone it may allow us ان احنا نفيل how the patient with dementia feel the video للاندوسكوب برونكوسكوبيك تريننج ديفايس وعارف انه يعني استاذ دكتور ياسر مصطفى now that you've had a chance to familiarize yourself with the new user interface and how to log into the system I've also connected our EBUS TBNA needle also to the rear of the haptic cart just above where the quick connect placement is. I've taken the and now the vocal cords. This is an endoscope with bronchoscope. Now, once I'm in my desired area and I've turned on my ultrasound, as you can see here in the middle of the screen, I can start to see the different structure by scope. And clicking and simulation. Be presented with my performance results, indicating whether I located the appropriate node, the various performance metrics that relate to it. And sorry, type to conclude, the internet has been started reshaping education. Education is not the same for the next decade. There is no going back. The traditional classroom. Many universities were colleges have been will not survive by the end of this decade if they not follow the technology. And thank you. Thank you, Professor Asim. متشكرين. يلا جد. يعني شبه العاصم طبعا محاضرتك جميلة ورائعة يعني لكن في الطب والكليات العملية من الصعب جدا ان كل يبقى فيرتشوال صعب جدا يعني النهارده انت بتعمل فيرتشوال برونكوسكوبي مش كده يعني ايه فيرتشوال برونكوسكوبي هو الفور تريننج يا بيه نعم يعني فور تريننج يعني علشان تريننج يعني تريننج فيرتشوال برونكوسكوبي في الاشعه هل يماثل
ان انت بتعمل منظار بنفسك؟ لا طبعا، هو هي الفكره ان هي تو ترين. انا فاهم قصدك، انا فاهم انك بتعلم واحد بهذه الطريقه. لكن اما كنا زمان بنشتغل برونكوس وكان زمايلنا الاصغر مني بنعلمهم، كنا جبنا توصيله طارق يفتكر بنحطها على المنظار وخليه يبص معايا. وبعدين حتى البصه الجانبيه دي ما كانتش زي ما يمسك المنظار ويشوف بعينيه الميكوزا شكلها ايه، ولا هي كونجستد ولا لا، ولا في حاجه ابنورمال، ولا في بليدنج بوينتس ولا لا، وهل في حاجات اخرى كثيره جدا. يعني قد يكون الفيرشوال ليرنينج مهم جدا، قد ينفع في حاجات تانية، ينفع في التجاره، ينفع في الحقوق، ينفع في الحاجة. لكن معظم حالات الطب والصيدله والحاجات اللي هي العمليه جزء منها ممكن يبقى كده وجزء يبقى كده، لكن ما يبقاش ابسولوتلي. وبعدين حاجه بتقول في جامعات كتير هتقفل، انا بتهيألي الجامعات بدات تفتح اكتر. يعني النهارده يمكن في مصر كده، لكن احنا مصر في البايب لاين احنا كنا شوف كنا 18 جامعه بقينا 27، والبايب لاين السنه دي اتعمل كام جامعه دوليه، اتعمل في الجلاله، واتعمل جامعه الملك سلمان، وواحده ثالثه في برج العرب منصورة. وبعد كده في جامعات الاخرى عملت جامعات تبعها زي المنصوره وبنها تعمل، وعين شمس بتعمل واحده، والقاهره بتعمل. السنه الجايه يناير الجاي يعني العام الجامعي الجاي في 5 جامعات جديده هتفتح اهليه، ومعاها اول كليه فيهم هي كليه الطب. الحاجه الثانيه ده التعليم الجامعي. التعليم قبل الجامعي وجود التلميذ او الطالب فيس تو فيس مع الستاف ومع التريننج له جزء سايكولوجيكال مهم جدا. طبعا الفيرشوال المؤتمرات بتاعتنا الفيرشوال حقيقة ليها فايده كبيره جدا، الفايده للمحاضرين وفايده للمستمعين. المحاضرين لما تبقى قاعد في البيت كده نايم وتخش الحمام كمان وانت بتدي محاضره تمشي، انما المستمعين يعني المؤتمر اللي عملناه المره اللي فاتت بتاعنا بتاع الصاد، واعتقد هنا انتوا عاملين حاجه فيرشوال يا طارق، فسيادتك اللي كانوا حاضرين عندنا عشان الريستريكشنز في الثلاث ايام كانوا 850 الى 1000. حضر معانا على والدكتور ياسر كان معانا برضو وتامر جه معانا، حضر 14000 واحد. فدي فوائد الفيرشوال ليرنينج او تيتشنج. انما في الطب ما اعتقدش لما بتجيب الواحد وتعلمه ويشوف العيان وتمسك ايده ويعني برضو ليها، وياخد بيرسونال هيستوري وقالها بالدكاتره كلهم. بعد شويه اقول لك كمان، ما هو في ناس طالعين دلوقتي يقول لك نعالج الكترونيكال والعلاج بالتليفون، وفي شركات عملت في كده. ربنا يديك الصحه وطول العمر وتشوف الكلام ده يحصل بقى ان شاء الله. شكرا. بيقول لك حرفه قبل العلم، صح؟ شكرا.